تم بحمد الله اليوم تدشين أول وكالة للشباك الصيرفة الإسلامية على مستوى بنك الجزائر الخارجي هنا بمدينة وهران، وهي وكالة زبانة. انطلاق كان من هذه الوكالة، سيتم تدشين 3 وكالات بالمجموع على مستوى مدينة وهران. لحد الآن منذ انطلاق شباك الصيرفة الإسلامية على مستوى بنك الجزائر الخارجي، اليوم نصل إلى 15 وكالة.